انا عندي لي موقف طريف وكل رمضان اتذكره وجابه الله اليوم اللي نذكره لكم ونذكره للسادة المشاهدين. زمان زمان وحنا صغار انا وعبد الله اخوي اطلعوا ابوي وامي الله يسكنهم جنات النعيم يغفر لهم يرحمهم يصلون التراويح، حنا صلينا العشاء ورجعنا للبيت، هم يصلون التراويح حنا نلعب بالحوش. يوم درينا ولا هكا الصدمة القوية شيء مثل الانفجار، يوم طلعنا انا وياه بالشارع الى رجال معه هيلوكس، ولد معه هيلوكس اذكره 93 غمارة والله ما انساه، وله ضاربن الجمس حق ابوي مع بيبانه ومدخل الجمس على القراش، ضاربن باب القراش من قوة الصدمة، ونطلع عسى ما شروش اللي فيه. قال والله انا انحرف بي الموتر وضربت الجمس ما مداني امسك توازن الموتر. وين راعي الموتر؟ قلنا صلاة التراويح انتظر لين يطلع من صلاة التراويح تكلم معه. قعد ينتظر وهو يجي ابوي الله يغفر له، ولا جالس موتره طبعا ما يمشي الا يا الله يا الله بس. سلم عليه وش اللي حاصل؟ قال السالفة كذا كذا وانحرف فيني الموتر. قال ابوي الحمد لله على السلامة، اذا سمحت لي يا ولدي مشينا للمركز علشان اخذ ورقة اصلاح، انا ما ابي منك شيء والله يستر عليك دامك ولدي صغير. لعلم في واحدة من عيال الحارة على سيكل وشايفه هو يفحط، هو جاي عقد بالشارع عقد هكا العقدة ونحاش به الهيلوكس وضرب الجمس ويروح يركض الخالي، خالي بالمرور بمرور الزلفي يعلمه مستلم. قال خالي ابوه يصير بعد خالي، قال ترى فيه فلان الفلاني صدم موتر خالك وانه كان يفحط. ابوي على نياته قال ابيكم بس مرة الله يعني، قال ابي بس ناخذ ورقة اصلاح ولا انا مسامحك بالباقي. راحوا وثاري خالي واقفين بالباب يحتري عارف ان القصة وعارف ان الرجال مفحط، ابوي ما يدري اصلا انه مفحط. ويجي ابوي قال جابك الله يا فهد، هالولد صدم موتري وكذا وابي لي ورقة اصلاح له. قال خالي ادخلوا داخل خلني بين نشوف ايش العلم. ويجي لما خالي قال انت مفحط؟ قال لا انا انحرف فيني الموتر وصكه بكف ولا طايح، وهو يمسكه ابوي. قال لا 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 وقف يا فهد، انا ما جبت الولد غدره ابيك تضربه، الولد انا جايبه ابيه ياخذ. قال لا 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 وده الحجز يا فهد. قال يا خال هذا مفحط وهذا نظام لازم يطبق وانا واجب علينا يطبق النظام، يوقف التوقيف لين انه يصلح موترك وبعدين نطلع. والله وقفه ويعجز عنه ابوي طلايب، قال والله ما يطلع، ولكن يعني جو توجهوا جماعه وصلحوا الموتر والله يغفر له ويرحمه. الى الان ببالها السالفه دي. عام كم ذي؟ هذه يمكنها ها؟ يقول 93 عقب الازمه، عقب الازمه يمكن 92 91 ميلادي 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 90 هجري اول انا لا لا ميلادي ميلادي ما لحقت الطين قريب سام ما لحقت الطين يا فودين لا 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 انا ولد انا عشان كذا ما قلت ذكريات للمشاهدين كلهم عارفين وش ال ولا دم سنة من بقي ما بقي احد ها بس انا ابي ابو عمر قال كلمه ودي